واش العرض اللي دارت ان ويك ديال 20 ميجا زعما غادي يكون احسن من العرض ديال اتصالات المغرب ديال كارطو 12 ميجا؟ السلام عليكم ورحمه الله. ان ويك دارت حتى هي واحد العرض ديال لا دي اس ال ديال 20 ميجا وبثمن جد مناسب من حيث الثمن ومن حيث عدد الميجات مقارنة مع اتصالات المغرب اللي دايرة 4 ميجا 200 درهم الشهر و 12 ميجا 250 درهم للشهر. إنوي دايرة 20 ميجا 150 درهم لمدة سنة ولكن من بعد كتولي تقلص 200 درهم للشهر بصفة دائمة. وبالنسبة للاشتراك راه هو 0 درهم بالنسبة للانستالاسيون والماتيريال اللي هو الروتور. وحتى بالنسبة للناس اللي دايرة اتصالات المغرب وبغاو يقلبوا انوي راه ممكن يحتفظوا بنفس الرقم ديال اتصالات المغرب اللي عندهم حيت غادي يديروا بورتابيليتي لالين ديالك وغتبقى عندك نفس النمرة ديال اتصالات المغرب في لا دي اس ال ديال انوي. نجيو دابا للمشاكل اللي كاينين في لا دي اس ال ديال انوي. هو سيرفيس ابريبون حيت من بعد الا مشات وقع لك شي مشكل في الانترنت ديالك اولا في الروتور وريكلاميتي راه ما غاديش يجيو لعندك لي تكنيسيان داغي وتما بقيتي ولا كاع جاو لعندك راه غادي يجيو عندك على واحد المده طويله غادي تبقى تسنى. هنا عكس اتصالات المغرب اللي الا وقع لك شي مشكل في الانترنت وريكلاميتي راه تيجيو لعندك واخا يتعطلوا عليك شي شويه المهم في الاخر تيجيو لعندك وتيصلحوا لك المشكل ديالك. هذا هو الفرق بيناتهم. وهذا العرض هذا ديال انوي ما ننصحش به خصوصا الناس اللي كتخدم بالانترنت. علاش؟ حيت الا مشى لا قدر الله وقع لك شي مشكل في الانترنت غادي تبقى حاصل بلا خدمه بلا والو غادي تبقى تسنى واحد المده باش عادي تصلح لك المشكل. اما بالنسبه للمنازل ممكن ديرو في الدار ديالك ماشي مشكل اما الخدمه ما صالحاش الخدمه نهائيا. ونجيو دابا شحال تقدر توصلك من ميجا من ديك 20 ميجا اللي دايرين. هو في غالب الاحيان كتوصلك بين 14 و 17 ميجا. هادي هي اللي كتوصل في اغلب الاحيان بين 14 و 17 ميجا. والى اللقاء مره اخرى ان شاء الله فيديو اخر. الله يعاونكم.